نتعجب إلى شجاعتك وهماستك في إعلاء كلمة الله. إذا كان الحق فقلت بالحق، وإذا كان الباطل فقلت بالباطل. فمن أنت يا حبيب؟ فمن أنت يا حبيب؟ فمن أنت يا حبيب؟ فمن أنت يا حبيب؟ أأنت سيدنا عمر رضي الله عنه الذي عاش في هذا الزمن؟ أو من أنت يا حبيب؟ Ya Habib,